أهلا بكم مشاهدينا في أجواء رائعة جدا، نتمنى بأن تكون المباراة مثيرة أيضا. محدثكم فارس عوض معلقا على هذه المباراة. نريد مباراة مليئة بالإثارة والندية والتنافس بين الفريقين. فريق إنتر يواجه فريق ريال مدريد. كل شيء رائع الحقيقة، نتمنى لكم تجربة ممتعة مع هذه المباراة والاستمتاع بكل دقيقة فيها. دامفريز، بيلينغهام، وصلت إلى فينيسيوس. فينيسيوس جونيور، الكرة تذهب من الفريق. تشتيت من ألابا. تخرج إلى رمية تماس. فالفيردي. يعتبر نادي الإنتر هو النادي الإيطالي الوحيد اللي نجح في تحقيق الثلاثية، كذلك أيضا في عام 2010 عندما نجح في تحقيق لقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ولقب دوري أبطال أوروبا أيضا بقيادة سبيشال وان مورينيو بعد الفوز على البايرن في النهائي اللي أقيم في سانتياغو برنابيو. تبعد الكرة بشكل ممتاز. روي كين، دي بروين، كرة عند بيلينغهام. هجوم من الإنتر، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. بيلينغهام يفقد الكرة. خوسيلو، فيدريكو كيزا. إنتر يفقد الكرة. ضربة حرة مشاهدينا تمنح لفريق الميرينغي. اوه، فرصة خطيرة جدا، راح وضرب الكرة براسه، لكن وين التوجيه؟ ضاعت الكرة، راحت الكرة. فينيسيوس، كرة بترجع لحارس المرمى. خوسيلو يفقدها. بيلينغهام، كيزا، كرة بتتخلص من روتيكير. والتسلل موجود هنا وقرار صحيح. أين التفاعل مع الهجمة؟ أين الحس الهجومي؟ أين التمركز الصحيح؟ هذه أبجديات كرة القدم. تدخل ناجح في قطع الكرة في هذه اللحظات. فالفيردي، فينيسيوس جونيور، وصلت لفينيسيوس، ما زال يبحث عن الفرصة. أوه، الكرة في المرمى، ارتطمت، تحولت، تغير اتجاهها، وبقي العنوان. العنوان هو شباك بكل تأكيد. كان صعب جدا على حارس المرمى بأن يتصدى لهذه الكرة بعد أن غيرت اتجاهها في الطريق للمرمى. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. خوسيلو، الدعم يصل الآن من اللاعبين. تدخل بثبات، انظر إلى القوة. 3 دقائق مشاهدينا تضاف إلى هذه المباراة. كامافينغا، والآن تعلن الصافرة عن نهاية مجريات الشوط الأول. دخلنا الآن إلى الشوط الثاني. ريال مدريد يتأخر بفارق هدف وعليه أن يظهر ردة فعل قوية في هذا الشوط. فينيسيوس جونيور،
ولا يتقدم بالكرة. حلو التدخل من اللاعب بيخلص في الفرصة الماضية. هالاند وصلت إلى فينيسيوس. دانيال كارفخال تصويبة لم تكن بالقوة الكافية والحارس كان في الموعد بالتالي. مرت ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف الساعة الأخيرة. هالاند وفيها خطورة، الله على كراتا، الآن الفارق أصبح هدفين، تقدم مستحق حتى اللحظة. شوف الهدف من جديد في هذه اللقطة، والبداية من الكرة العرضية وصلت بعد ذلك إلى هالاند. الأمر محسوم، لا يمكن له أن يقاوم إغراء المرمى. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. رودريغو، كرة ترتد من المدافع إلى رمي التماس. ضغط عالي، ناجح، هل يسفر عن شيء؟ فيدريكو كيزا، محاولة للوصول إلى المرمى لكن بتضيع الفرصة وتنتهي الهجمة بلا خطورة. نيثان إيكي، وصلت إلى فينيسيوس، يتحرك ثميلة، أوهو خطيرة جدا، يفعلها مرة أخرى ويسجل، ثنائية في رصيده في هذا اللقاء ويفكر في المزيد. نشوف كرة الهدف مرة أخرى اللي أرسلها عرضية مثالية. المهمة كانت سهلة أمام هالاند اللي وجد الكرة على مقربة من المرمى، ونعرف قدرات هالاند جيدا في هذه اللقطات. يستأنف اللقاء هنا وإنتر في وضعية مريحة بعد هدف جديد يوسع به الفارق. الآن مع فالفيردي، المباراة تدخل في دقائقها العشر الأخيرة. ريال مدريد يستعيد الكرة. رودريغو، نيثان إيكي، زين الدين زيدان، بيلينغهام هنا مع هالاند، وصلت إلى فينيسيوس، تصل عند روي كين، إيرلينغ هالاند، إمكانية للتسديد، ما يحدث مرتين، يحدث للمرة الثالثة، أي شهية مفتوحة، هاتريك كبير للنجم الكبير. شوف الإعادة من جديد، شوف كيف كان الهاتريك، نشوف التصميم على التسجيل والاحتفال، انظر إلى الرغبة في تسجيل اسمه في هذه المباراة بالخط العريض. رباعية نظيفة، واضح أن المباراة تسير في اتجاه واحد. هالاند، والصافرة تأتي في هذه اللحظات لتنتهي المباراة على فوز الإنتر. أداء رائع وانتصار كبير يرفع المعنويات، الفريق ضاق يبطل صورة اليوم، كل شيء كان مثالي في أرضية الملعب.